أعضاء اصطناعية ذكية لصالح ذوي الإعاقة الحركية، تقنية حديثة. يسعى الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها أناف إلى تعميمها لتمكين هذه الفئة من الاندماج مهنيا واجتماعيا. نادية سلطاني حضرت حصريا إحدى عمليات التركيب. بإمكانهما العودة إلى حياتهما العادية بعدما تم تركيب أعضاء اصطناعية ذكية لهما. هي تقنية جديدة بالجزائر ستعيد الأمل إلى هذه الفئة. ما عنديش بلي كان العلم وصل لي مكة بلي كان يدين تتركب وكذا، قلت أنا حاسب بلي كان غير في اليد غير في الخارج. يقولك في الخارج غالية اليد، الفرق كي كنت بلا يدي فرق كبير. عن العيا وكذا ما تنجمش تهزي ولادك، ما تهزيش تخدمي حاجه تحكمي حاجه. درك الحمد لله هما واحد ولا يقدر يتمشى، فاهم، يروح بوحده يجيب بوحده. الحمد لله يا ربي مسيرتو في العمر، فاهم، خيم شازرون. الميزه في هذه الاعضاء ان المعوق يقوم بكل الحركات سواء السفليه ولا العلويه والاستقلالية هذه تامة، ويقدر يحمل لي زوبجي مام المشي دون تو لي تيران مام اكسيدونتي. تركيب مثل هذه الأجهزة يحتاج إلى تكوين متخصص، وهو ما يسعى إليه الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها أونف. التكوين هذا يقوم يندار تحت اشراف اطارات تاع الديوان وخبراء اللي يجوا من عند لي بارتنير تاعنا في الخارج في الاجانب ويجوا لتاطير هذا التكوين. L'intérêt de cette formation c'était aussi de redonner l'autonomie au patient, surtout le patient bilatéral, pour qu'il puisse avoir une activité professionnelle et qu'il ait besoin le moins possible d'une tierce personne. التقنية الجديدة أدرجت في منظومة الضمان الاجتماعي، لكن يبدو أنها ليست متاحة للجميع. كانت عندي بي قديمة وجيت ندير بي جديدة وتكفلت بي لاكناس. أنا تكفلت بي شركة وطنية كتر خيرهم شركة ألفا بايب مع النبا. لاكناس ما تكفلتش بك؟ لاكناس ما عطتني حتي. في بعض الحالات كاين شركة تقترح باش تاخذ مريض على عاتقها، ولا بعد دي ميم دي بارتيكولي في اطار لا سوليداريتي ناسيونال، ولكن 99.99% من التجهيزات تاعنا مغطاه المصاريف تاعها من طرف الضمان الاجتماعي. استفادة أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة من أعضاء اصطناعية ذكية رهان ترفعه لوناف بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في هذا المجال.